بعد سنوات من الركود الثقافي عاشته محافظة أبين بسبب أحداث الحرب في السنوات الماضية، جاء افتتاح المركز الثقافي الأول في مدينة جعال. من هنا ينبثق صوت الموسيقى باعثا تباشير أمل لبداية مرحلة إبداعية جديدة ليكون أول المراكز الثقافية في المحافظة التي عصفت بها الصراعات وحاولت النيل من إرثها الثقافي والأدبي من خلال العمل على تكريس بعض الأفكار لغرض طمس هويتها الفنية. الشباب طبعا مهمتهم أنه يستغلوا هذه الأشياء ويقوموا بالنشاط. الفكرة أيضا اللي طرحوها أنه إنشاء معرض للرسوم الكاريكاتيرية، فرقة مسرحية، فرقة إحياء تراث الفن الأبياني، فرقة رقص، وكثير من الأنشطة اللي افتقدناها كثيرا في إطار محافظة أبين. تعدد الأنشطة الثقافية والفنية أضاف للمركز الجديد الكثير من التميز. هنا المكتبة العامة بما تحويه من حصيلة ثقافية تبدو كهدية ثمينة للشغوفين بالمعرفة، وهنا الوصلات الفنية الإبداعية التي قدمها هؤلاء الشباب من خلال الموسيقى والرقص الشعبي أو كما يعرف بالشرح الأبياني الذي جاء مصاحبا للعزف ليبعث معه الحنين لعودة ماضي الإبداع الفني. ونحن في محافظة أبين أرض التراث والثقافة، ولكن الوضع الذي نحن فيه أخر الكثير من الأعمال الثقافية في هذه المحافظة. الفن المسرحي كان حاضرا أيضا ضمن إنشطة المركز لتكتمل فعالية المشروع الثقافي لتحل محل ركام الحرب في أذهان جيل بأكمله. افتتاح المركز الثقافي الأول في محافظة أبين جاء كخطوة أولى لاستعادة النشاط الإبداعي والثقافي في هذه المحافظة المتوقف منذ سنوات. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.